السلام عليكم الاحباب، راح نخليكم اليوم تكتشفوا معنا جوله ولا اروع بغابه اكفادو، وتزيدوا تشوفوا في قلب الغابه لاك نوار البحيره السوداء، راح تكتشفوا اكبر غابه في الجزائر. مرحبا بكم. هذه هي الاجواء مع اللي انطلقت الرحله الاحباب. اولي صحيتوا بولي كيف باش نعلمكم الدخله للغابه لاك نوار بالطوموبيل ماشي سهله، سونديرو ما شكيتش، كات كات مليحه، حنا رانا في الكاميو، رانا لا 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 لا، المهم الاحباب املك صحيتوا هذه هي الاجواء، اجواء عائليه اللي رانا داخلين للغابه لاك نوار، دوك تشوفوا معنا البحيره السوداء. وي خويا علي يعطينا كلمه انا كيما راكم تشوفوا خويا علي وليكيب راهم جرجرين في قلب الغابه في الكاميو. عطينا كلمه العزيز. رانا مجرجرين مي هذه حلاوتها. وي بروفيتي لو ماكسيموم. وي نجمه البحر للسياحه. اجواء رائعه هنايا مع العائلات، بيقولوا رانا خرجه عائليه ورانا في قلب غابه اكفادو، كما راكم تشوفوا مناظر ولا اروع. والله الله يبارك الله يبارك خويا العزيز اللي راهو متعلق، واش تقول لهم حبيبي؟ هايله راهو يتمتع قلكم هايله اللي جامي يتعلق عجباته خليك حلاوتها يا العزيز. واللي راح نزيد لكم معلومه على غابه اكفادو، كاين ليكيب هنا اللي راه معايا ما على بالهمش بها، هذه الغابه فيها القراده اللي كاين اللي رانا فتنا عليهم، وثاني كاين ديوبه ومعروفه بالارانب، تعرفوا كامل القنين، وكاين الحلوف ثاني، حب يقول لي تجي لغابه اكفادو يدير حسابه. ليكيب اللي راه معايا والله غير تاعو البرك، واللي كيما راكم تشوفوا رانا مشينا تقريبا نص ساعة في قلب الغابة، واللي لقينا كاين اللي راهم يمشوا روندوني صحتهم اللي يعرفوا لها. صحة ليكيب تحياتنا. حاليا أنا هبطت من الكاميو مع أصحابي، كاين تانك اللي هبطوا، حب يقول كاين اللي حبوا روندوني هنا في قلب الغابة يزيدوا يمشوا، هاي كيما راكم تلاحظوا مورايا راهم يحبطوا، اللي يكملوا بالكاميو يكملوا يوصلوهم البحيرة السوداء، وحنايا نديروا روندوني، والحاجة الشابة يستقبلوكم أفقارها الله يبارك. الفريمو روعة روعة بزاف. وزاكي اللي راهو يتهلا. صحيت زاكي هاي لك اللي هما يكملوا الرحلة. صحيتو صحيت. تحية ياسر ونسع الدويرة. صحيت العزيز. عدنا والعود احمد، واليوم ستكون نقطه انطلاقنا بغابه اكفادو الجميله بلؤلؤه الجزائري بجاية، وصولا الى البحيره السوداء او كما يطلق عليها باللك انوار، وهي تعتبر اكبر غابه بالشمال الجزائري بعشره الاف هكتار، فتعالوا لنغوص في اعماق الغابه ونعيش المغامره. واحد الهواء تشموه، واحد الاكسجين يولي يضرب كورون دار في صدرك. واو ليك حبيبي اللي زاد جاب لنا الحطب باش يديروا. وحاليا رانا دخلنا القلب
غابة أكفادو متواجدة ما بين تيزي وزو وبجاية، اللي كيما راكم تشوفوا الأجواء اللي فريمو والله روعة 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 بزاف. لأحبابنا اللي جاونا من الصيف هنا راهم بيتين هنايا، اللي كيما راكم تشوفوا راهم دايرين الخيم اللي والله اللي فريمو والله يبارك الله يبارك بزاف. كيما حبيبي وخويا العزيز هاوليك هاو يقطع راهو يوجد في الحطب حبيبنا ملهيه أوراق العزيز بصحتك. ما ننسوش حبيبنا هاوليك لو مريح تحياتنا أزرق الأزرق يا الحبيب وحبابنا العزيز. السلام عليكم. واش قولوا لهم كلمة؟ واش رايكم في الغابة هنايا؟ ما شاء الله بروفيتي خطرة في العمر. وي بيان سور لازم واحد يبروفيتي، وقد ما يبروفيتي قليل. نزيدو نشوفوا حبيبنا اللي راه باسطها برقدة ليك ليك الله يبارك يا ودي قليل اللي يعرف العقرب. لا 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 حبيبي هي السلام عليكم. واش قول المشاهد اللي راه يشوف فيك وانت هنايا في قلب غابة أكفادو؟ الله صار ما شاء الله. مين نطلب من هواة السياحة الجبلية شوية نظافة، تقعد دير بليزير ساشي لم لي زوردير ونطلق راسي صحيت سي لو بون بليزير. ربي يحفظك صح هذه حاجه مليحه. حاجه لو بليزير دو فواجي بليز امبورطون كو لا ديستيناسيون. كاين بليزير دير بليزير ونخليو بلاصتنا نظيفه صحيت. وي كيما قال لكم خويا العزيز كيما واحد نقي ماذا به يخلي بلاصتو نقيه. حاب يقول كيما جا هما هنايا ولا يجي واحد ياكل يتكسل يدير واش يحب، بصح كي يكمل يرفد زبلو ويديه معاه. هكذا الاحباب باش نحافظوا على جمال الطبيعه ونخلو بلادنا نقيه. الاحباب واش زيد تقدر تقول لي فامي اللي حابين يزيدوا يجوا يديروا جوله ولا روندوني هنايا في قابة أكفادو؟ شابه يلبسوا مليح برك. وي كيما قال لكم هنايا الاجواء بارده ولبسوا مليح بيان سور كيما نقولوا حاجه مليحه يلبسها في رجلو. الاحباب ولي راه احبابنا هنايا الله يبارك خويا العزيز هاملك. الاحباب كيفاش الاجواء عندكم هنايا؟ اجواء راهي مليحه هاملك. لاحبابنا تاني كان باسطينها هنايا خويا. واش تقولوا الاجواء الناس اللي راهم يشوفوا فيكم هنايا؟ ماني فيك خويا عندك برك الواحد كي يجي يتهلا في روحه وكذا ما يخليش زبلو انا ما كان بيان سور. خويا العزيز السلام عليكم. لا بوبال برك ما تخليوهاش وراكم. هذا واش نوصيكم صحيح انتو فابيا يعطيكم الصحه والله يدوم القسطو العزيز. بونجور دي هي لي هالك كيما راكم تشوفوا تاني حبابنا هنا الله يبارك. هاي لك الله يبارك كيما حبيبي راه باسطها هنايا قيطارة خلوي. ولي زدنا تلاقينا هنايا جروب تانيك اللي جا بليدا بوكارا نزيدو نتقدمو ليه ونشوفو يحكو لنا الأجواء كيفاش راهي هنايا. وهاوليك حبيبي مرحبا بكم. واش قول المشاهد اللي راهو يشوف فيك وتزيد تحكي له على الأجواء اللي راكم فيها هنايا؟ أجواء فري شابة مانيفيك ربي يبارك. ومرحبا بكم. وكاين بتي باساج توجور نقولوها خليها نقيه صحيح هذا ماك توجور كيما نقولوا اي واحد نقي خلي بلاصتو نقيه خليها نقيه. هذا واش كيما تصيبها نقيه ماذا بك تخليها نقيه. حاب يقول هنايا غابه أكفادو مليحه لعائله اجمل المناطق في الجزائر صحيت. مرحبا بك هاليك اللي كانوا هنايا. واو خويا العزيز راه ميستيكي صحيت نجات لا غرض نشر هاليك حبيبي نجاع حبيبي صحتك الله يسلمك. طرازيه مهرب بنا يا الشجر تاعهم لا هنا الشجر تاع البلوط يعني ناتور واحد اخرى خلاص يعني شنو نقول يعني هواة السياحه الجبليه يعني يجيو حاجه ما تتراكمش. الاحباب وليدو كا حاليا راح نوريكم الموسطاش على بالي قليل اللي يعرف الموسطاش. حبي يقول هذا فان اللي يستعملوه بزاف هواة الروندوني واللي يجوا لهنا الغابات املك خويا العزاز الله يبارك. اللي كاين اللي جاونا بليده وكاين اللي جاونا مصطيف ودوك حنايا نزيدو نقول لكم هذايا الفان اللي جاو به لي هاوليك. كاين هذايا البلو تانيك الله يبارك واللي انا بكل صراحه عجبني هذايا واللي عيطوا له المسطاش يا الله يبارك هاوليك. هذا هو المسطاش اللي كيما راكم تشوفوا هاوليك لداخل. حبي يقول كاين هنايا طروا بلاص كاين من تحطوا الباجاج في لاريار كاين فريجيدار كاين تلفزيون صغير واللي من الفوق والله نظره ولا ارواح.
واللي كيما راكم تشوفوا راني تانيك في هذا البيت المنزل المهجور اللي راه متواجد هنايا. وكي جيت لهذا المنزل الحاجه اللي زادتني غرابه تلاقيت بزوج بنات اللي راهم متواجدين هنايا ما يتراوح اعمارهم 24 سنه، اللي جات وحده مبجايه والثانيه من ولايه بومرداس. اللي حب يقول ديروا انطونت هنايا كومباو وراهم بيتين ويجوزوا المغامره تاعهم، نتقدموا لهم ويحكونا على المغامره ديالهم. يعني اسمي مو هو ياسمين مبجايه، نحكي لكم شويه على لاكلور وكيفاه حنا زوج بنات برك وصلنا لهاد البلاصه وحدنا وتجور موالفين نجيو لها مكومبيين فيها موالفين في لي ديبي نخرجوا مع دي زاجونس كيشغل باش يكون الامان باش نوالفوا البلاصه نشوفوها ونتاكدوا انه نقدروا نروحوا لها وحدنا. وهذه من ابها وافضل البلايص اللي رحنا لها، فيها الامان فيها الراحه فيها الماء فيها المناظر الخلابه فيها الحطب. دونك في الليل ما يخصكش انه كيشغل الحطب باش تشعلي نار ونار هكا شابه وكيشغل موالفين انا وصاحبتي مام وحدنا نجيو لها. بغينا نقولوا برك باللي كيشغل الناس كي تجي كيشغل ما تخافش بامبورت ولا وحدك ولا لا لا، هذه البقعة في الأرض كيشغل الأمان فيها زائد زائد الحمد لله. وثاني نزيدوا حاجة برك اللي يجي يخليها خضراء يخليها نقية ويخليها شابة وزوينة كيما راهي. بيانفيني لاك نوار. صحيت العزيز واملك لحبابنا بالعواد الله يبارك. الله يبارك العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. صحة العزيز. وهاي ليك اللي راكم تشوفوا احبابنا الله يبارك اللي جاوا بالفيلوات دخلوا حتى لهنايا اللي راهم يفطروا ونقولوا لهم بصحتكم. وعليكم السلام العزيز. واللي حاليا لحقنا البحيره السوداء لاك نوار اللي كيما راكم تشوفوا كاين اشجار نادره مثل اشجار الفلين اشجار البلوط وغاملك الناس دايرين بيكنيك هنايا لله يبارك. هاي كيما شتو تانيك حبابنا يجو حتى بالدراجات النارية. للصورة تتحدد مرحبا بجميع العائلات بيان سو اللي راح يجي ما راحش يندم عليها. كما شفتوا تانيك ليكواط وركوب الاحصنه، هنا ركوب الاحصنه باسعار في متناول الجميع. انا يا خويا حيولي خويا حسام حسام وحبيبي العزيز مين داك سلاك الحاصلين ودوك عليك شويه شويه راني جيعان راني جيعان. نتوما راكم استمتعتوا معايا شفتوا الاجواء يا خويا دوكا وقت الماكله ناكلوا ونزيدوا نكملوا واش كاين هايدايا. اوي سكالوب شيش كباب مرقاز حسام يتهلا 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 حبيبي العزيز. حيث الجمال ديالها ما نقولوش بحال المغرب اما الجزائر والله الجمال ديالها خلاب. المناظر اللي مشيت ليهم انا دابا كل ولايات جزائريه مشيت للشرق للغرب كاملين ما شاء الله الصراحه حتى ناسكم ما شاء الله. واش هي الحاجه اللي جبداتك لهنا لهذا البلان داك نوار؟ والله المكان هذا تخي تخي كالم صراحه ولقيت راحت البال خصك تقعد راسك وكل شيء. والله الصراحه كل شيء مزيان دابا هنا مع الوكاله اللي مشيت مع وكاله سياحيه سميتها نجمه البحر للسياحه والاصفر احسن وكاله سياحه في الجزائر صراحه. نمشي مع كل صورتي نمشي معاهم خصني نمشي معاهم. متعود تجي لهذ البلاصه ولا لا؟ اول مره وخصني نمشي ليها ان شاء الله بليزوفر لان المكان اللي يستاهل انك تزوره مع العائله ديالك ان شاء الله. خصك كامل المغاربه والمغاربه وخصكم تزوروا هذا المكان حيت هذا الجمال. والله الصراحه الكاميرامان ديالنا ما يقدرش بعدين تشوفوا المناظر الخلابه صراحه. والله افضل مكان مشيت ليه انا دابا في الجزائر والله صراحه. اللي نتمنى ان شاء الله تكون نال اعجابكم الفيديو هنايا بالبحيره السوداء اعكورن
ما تنساونيش جام ابوني بارطاج ما عليا غنقولكم سلام. اللي كيف تهلاونا في نعيم الجزائري ديروا ابوني وجام بارطاجي ونورمال يستاهل انسان يعرف لكم بالسياحه. ونعيم الجزائري غني عن التعريف صراحه. شوفوا البلايص اللي يديكم اليوم. دور نعيم خويا الله يحفظك دور. عمي شوفوا عمي شوفوا غير جديد يستاهل كل خير. توجور مع نجمه البحر اللي سياحه الاصفر حاجه ما تخصكم. اه وي صحيت العزيز. كما راكم تشوفوا هذه هي الاجواء اللي متواجده هنايا بلاك نوار البحيره السوداء اللي بريمو والله روعه روعه بزاف. مكان للعائلات اللي راح يجي ليه ما راحش يندم. مرحبا بالجميع نقول لكم مرحبا بكم واللي ما راحش تندموا. عاودة 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 ع